أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن منح شهادة المشغل الجوي لشركة فالو أفييشن يأتي ضمن إطار جهود الوزارة لتعزيز وتطوير خدمات النقل الجوي في مملكة البحرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في قطاع الطيران الخاص، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي متميز في هذا المجال الحيوي. وبهذه المناسبة أكد معالي حرص وزارة المواصلات والاتصالات على مواكبة تطورات قطاع الطيران المدني وتعزيز بنيته التحتية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات في مجالات النقل الجوي الخاص مع توفير كافة التسهيلات والخدمات ذات الجودة والكفاءة. وأوضح معالي الوزير أن منح هذه الشهادة لا يعزز فقط من مستوى الخدمات المقدمة وتنوعها، بل يوفر خيارات متعددة للسفر ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية المتطورة للطيران، ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.